الكشف عن تفاصيل وفاة الفتاة الكويتية فرح حمزة أكبر في منطقة صباح سالم بالأمس في الكويت، والتي توفت أمام طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات. والكشف عن كثير من الشائعات التي أصيبت هذه الفتاة دون مبرر. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم، ونرجو أن نكون وصلنا إلى الحقيقة المناسبة. كانت الأجهزة الأمنية الكويتية ضبطت مواطنا بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة بحق شابة في العقد الثالث من عمرها بعد خطفها وطعنها ورمي جثتها أمام المستشفى. وقعت الجريمة في منطقة صباح السالم بمحافظة مبارك الكبير مساء أمس الأربعاء، حيث أقدم الجاني على طعن الضحية بآلة حادة ورمى جثتها أمام مستشفى العدين. قالت وزارة الداخلية إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المواطن في زمن قياسي بعد ارتكابه الجريمة. وقال عبد المحسن القطان محامي الضحية في صباح السالم فرح حمزة أكبر إن القاتل ليس زوج ولا طليق المتهمة أو موكلته، وسبق اتهامه بجريمتي خطف وشروع بالقتل. أثارت هذه الجريمة بعد مقتل المواطنة الكويتية موجة من الغضب الشعبي في الكويت، وتصدر هاشتاج جريمة صباح السالم موقع تويتر بنحو 150 ألف تغريدة في عدد ساعات قليلة. الجاني اعترف أنه قام بتسديد طعنة واحدة للمجني عليها نافذة بالصدر أدت إلى وفاتها. وإليكم الكشف عن سبب مقتل فرح حمزة أكبر في صباح سالم. حيث كشف مقطع فيديو لشقيقة الشابة الكويتية فرح حمزة أكبر تفاصيل حول سبب وقوع الجريمة وعلاقة الجاني بالضحية في القضية التي أثارت الرأي العام الكويتي والخليجي. هزت الجريمة التي وقعت أمس الثلاثاء في مدينة صباح السالم مواقع التواصل الاجتماعي في البلد الخليجي، واحتل وسم جريمة صباح السالم الصدارة. واليوم الأربعاء ذكرت ناشطة كويتية سبب الجريمة هو الانتقام من شقيقة المغدورة والتي تعمل محامية. أخت المقتولة محامية اللي كانت تصور ورفع على المجرم الخسيس قضية من قبل، وعشان يحرها شافها مع أختها خطف أختها وقتلها بعدين وصلها المستشفى، يعني حتى ماله صلة بالمقتولة، ربي يرحمها، هذا يستحق الإعدام. هذا المجرم مو طالقها، البنت متجوزة وأسفة على التفاصيل، قتلها قدام بناتها الصغار، كان هذا فقط انتقاما من أختها المحامية التي كسبت قضية لموكلتها. الله يرحمها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المحامية أخت المقتولة رحمها الله تناشد الداخلية بأخذ حق أختها وتقول التفاصيل والتهاون اللي صار رغم التهديدات اللي وصلت لهم. حطوا أنفسكم مكانها دقيقة واحدة وشوفوا الحرقة والظلم، إنكم تنادون نشور وما حد يسمع لكم، وينتهي الموضوع بالقتل المفروض. الكل ينادي ويقول نعم لعقوبة الأعدام. ولأن إبا محمد براك المثير اليوم الأربعاء إن اغتيال الفاضلة فرح حمزة أكبر رحمه الله لن يمر مرور الكرام.
وعلى رئيس الحكومة إصدار أوامره بفتح التحقيق مع قيادات الداخلية ومدراء النيابة كيف يتم إخلاء سبيل مجرم دون أي احتياطات مع تحذير المجني عليها منه. وقال إن جريمة صباح السالم كارثة يجب علاج أسبابها فورا دون مجاملة لأحد. وتصحيحا للمعلومات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الفتاة ليست زوجته ولا حتى خطيبته ولا حتى يعرفها، هذه الفتاة أخت المحامية التي قامت بالدفاع ضده أو دفاع على موكلتها ضده. هذا الشاب قام بخطف الفتاة دون أن يعرفها وقام بقتلها انتقاما من أختها. نرجو أن نكون نشرنا المعلومات المضبوطة دون أي زيادة أو نقصان.